أشلان غورس تمكنت من دخول عالم هوليوود من بابه الواسع من خلال عالم الإعلام، فاشتهرت في برامجها المتعددة عبر قناة إي، خطوات مشتها على السجاد الأحمر ناقلة بالصورة والصوت أبرز الأحداث المتنوعة. تعاطفها مع حقوق المرأة وقضايا المجتمع المدني هو أبرز ما ميز شخصيتها. وجودها في الحفل الخيري لدعم حقوق الحيوان أتاح لنا الفرصة للقاء بها. تبدين فعلا رائعة، أود أن أرحب بك ليس عبر قناة إي هذه المرة ولكن عبر قناة الحرة في برنامج اليوم الناطق باللغة العربية. سؤالي الأول، أنت اليوم تدعمين حقوق الحيوان عبر هذا الحفل الخيري، هل بدأ هذا الأمر من تجربة شخصية؟ كبرت دائما في بيتنا كلاب، أملك اليوم كلبة من نوع سيبيريان هاسكي في بيتي في كاليفورنيا، وزنها يضاهي 27 كيلوغرام، هي حب حياتي، عندي منذ سنتين، هي بمثابة ابنة لي تكمل حياتي، لذلك تشاهدني أدعم كل شيء له علاقة بالحيوانات. كنت غير راضية عن منظرك الليلة وهذا الشيء غير صحيح، أخبريني عن مدى اهتمامك بمظهرك الخارجي كونك تحبين عرض الأزياء ونجمة إعلامية معروفة في هوليوود تقدمين برنامج مشاهد لدى الملايين. هي وظيفة بدوام كامل فعلا لأظهر بشكل لائق، هذا ليس المظهر التي تبدو فيه المرأة عندما تستيقظ صباحا، من يقول غير ذلك هو يكذب عليك، شعري مستعار، أظافر اصطناعية، إن من غير السهل أن تكون دائما تحت الضوء، لذا في العطلة لا أستحم، أربط شعري، لا أضع المكياج، هذا وقتي أنا. كنت بمقابلات عدة مع مشاهير الشاشة الكبيرة، من هو الشخص المفضل لديك؟ هذا سهل، لدي اثنان، جوني داب هو جذاب، لا تخبر صديقي عن ذلك، هو يعلم. ميريل ستريب هي من أروع الشخصيات التي قابلتها في حياتي، هي مرحة، سريعة البديهة، أحبها كثيراً. كونك مقيمة وتعملين في وسط هوليوود، هل تتلقين عروضاً لأعمال ضخمة على الشاشة الكبيرة؟ أحب أن أكون نفسي، إذا ما تقدم أحد إلي بطلب أن أقوم بدور أحب أن أبقى على طبيعتي، يعني أن أكون أنا المراسلة بشخصيتي. نرى الكثير من المشاهير يتوجهون إلى ما يعرف بالتلفزيون الواقع، هل أشلي غورس مهتمة بخوض هذه التجربة؟ ببعض الأوقات تكون أيامي فعلا مثيرة للاهتمام، ولكن في أوقات أخرى مملة ومضجرة، لست متأكدة من سيهتم بتفاصيل حياتي، ولكن ليس لدي مانع أن أخوض التجربة إذا ما نفذت بشكل صحيح، يعني من دون خلق مشاكل مع أصدقائي والدراما، وهو ما يرتكز عليه هذا النوع من البرامج. أعتذر منكم، ولكن هذه الحقيقة، يجب أن أكون أكثر واقعية. قرأت في موقعك على تويتر أن سنجاباً حاول التسلل إلى أمتعتك أثناء السفر. في المطار عندما كنت في انتظار الباص في المرآب قفزت سنجاب على أمتعتي ثم حاولت التسلل إلى محفظتي، فظننت أنها جائعة، قدمت لها شيئاً لتأكله، بعدها بدأت بالقفز على رجلي، لم يحدث لي شيء من هذا القبيل، لكنها كانت لطيفة فأطعمها المسؤول عن المرآب. لقد شاهدت الصورة، أنه فعلا مضحك. أريد أن أخذها معي إلى البيت. هل تعرفين أي كلمة في العربية للمشاهد العربي؟ لا أعرف أي منها، ماذا يعني الحب؟ سلام عليكم. ماذا تقولين للمشاهد في الشرق الأوسط؟ شكرا للمشاهدة، أنا فعلا مندهشة، هنا في أمريكا ننسى أن قناة إي مشاهدة في الدول الأخرى، أنا متحمسة لفكرة أننا مشاهدون في الشرق الأوسط، أعدكم سأزور المنطقة. Thank you so much. Well, thank you, Happy. Thank you a lot. Thank you.